خلينا نتفق ان الرياضه بشكل عام وكره القدم بشكل خاص هو مجال مبني على وجهات النظر، وبالتالي الدخول في مساله وجهات النظر للاشخاص المختلفين امر مش هينتهي بشيء، وهنلاقينا ان احنا كل واحد بيدافع عن وجهه نظره باستماته لاخر الطريق. لكن اعتقد ان الدور الاساسي يا استاذ سلام على المجلس على الاعلام هو مراقبه المعلومه وليس مراقبه وجهه النظر، لان الفرق بين المعلومه ووجهه النظر في الاعلام هو الامر الخطير. ما ينفعش النهاردة المتلقي يتلقى معلومات خاطئة من الإعلام وبعديها يبني على وجهة نظر. أنا وجهة نظري إذا تم ضبط المعلومات التي تقال عبر وسائل الإعلام المختلفة سواء كانت متلفزة أو إذاعية أو إلكترونية أو ورقية هنحل جزء من الموضوع. الشق الثاني اللي أنا عايز أتكلم فيه واخد في كلمتي هو الفرق ما بين الموضوعية والحيادة. الإعلام أساسه الموضوعية وليس الحيادة. لأن طالما بنتكلم في مجال كرة القدم أكيد كل واحد قاعد في الموجودين عنده انتماء، مليون في المية كل واحد عنده انتماء. حتة إخفاء الانتماء أو إظهاره ليس له علاقة بالتعصب أو الفتنة، ولكن الموضوعية هي الأساس في خلق الفتنة. ليه؟ النهاردة وأنا بقول وجهة نظري في موضوع ما ويحتمل رأيي أوكي مفيش مشكلة.